تهديس الاسناد برضو في غموض. طب انت كرجل مشتغل بالحديث او عايز تعرف الحديث صح ولا لا، ازاي تطلع من الورطه دي؟ قال لك مدلس الاسناد زي الاعمش، خلي بالك، اذا قال عن رد عليه الحديث بتاعه من غير ما تفكر، خلاص وهو لازم انا اعمل حسابي. المدلس اذا قال عن نرد عليه حديثه. طب امتى نقبل حديثه؟ اذا قال حدثنا، ده مدلس الاسناد. اذا الاعمش قال حدثنا لا كلام، ما تقفش، للاعمش امام، خلاص. طيب مدلس التسويه اذا قال حدثنا، طب محدث اهو مش صرح بالتحديث، قال حدثنا، طب ارد حديثه ازاي؟ اذا عنعن لشيخه، من شيخه؟ الاوزاعي. اذا الاوزاعي قال عن، خلي بالك في تدليس الاسناد قلت مدلس لازم يقول حدثنا، مدلس الاسناد عشان يسقط شيخه في العاده، انما مدلس التسويه يسقط شيخ شيخه. انتوا فاهمين ولا مع نفسي؟ بالله يعني اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، وانا هفهمه واخليه طالع حافظ الدرس، لان انا يهمني انك تفهمه. يعني مدلس الاسناد يسقط من؟ شيخه. مدلس التسويه يسقط من؟ شيخ شيخه. خلاص كده. طب مدلس الاسناد امتى اقبل حديثه؟ اذا قال حدثنا. طب مدلس التسويه اذا عنعن لشيخه، خلي بالك مدلس الاسناد اذا عنعن عن، ها عن، مدلس التسويه اذا عنعن لي، لي مش عن، اذا عنعن لشيخه مش عن شيخه. فهو الوليد بن مسلم عنعن لمين؟ لشيخه، شيخه من الاوزاعي، قال عن اسحاق. يبقى مدلس، احفظ بس دي بقى بعد الشرح ده اقول لك العباره دي هتسهل عليك الامر جدا. مدلس التسويه اذا عنعن عن شيخه نرد حديثه. عفوا، مدلس الاسناد اذا عنعن عن شيخه نرد حديثه، ومدلس التسويه اذا عنعن لشيخه. تمام كده؟ خلاص، دي الخلاصه التعريفين، الفرق بين التعريفين، الاول عن والثاني ايه؟ لي. ابتدى تمام. هذا النوع من التدليس اشكاله ان شيخ الاوزاعي ادرك شيخ شيخه اللي هو الزهري، فيصعب جدا على اي واحد في الحديث الا ان يكون اماما في الحديث انه يكتشف هذا ايه؟ هذا الخلل في الحديث. طب مدلس التسويه يعمل ايه بقى عشان نقبل حديثه؟ ان يصرح في كل الاسناد، لازم يقول حدثنا الاوزاعي، قال حدثنا اسحاق، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا عروه عن عائشه. تخيل ليه؟ لانه لما ارتكب هذا النوع صعبوا عليه المهم. لن اقبل تصريحك بالتحديث عن شيخك، بل لابد لشيخ شيخ ولشيخ شيخ شيخ، الاسناد كله يبقى ماشي حدثنا 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 لحد الصحابه. صعبوا عليه جدا المهمه. طب واحد يقول لي، طب طالما التدليس كما ذكرنا في المره الماضيه اخو الكذب كما قال شعبه، طب الراوي اللي بيدلس ده هل هو ثقة؟ طالما بيرتكب هذا النوع من التدليس الذي هو أخو الكذب، أقول نعم. اتفق العلماء على أن التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي. خلاص كده؟ لأن مثلا الحسن البصري مدلس، بقى الحسن اللي هو إمام أهل البصرة اللي هو يضرب بزهده المثل وبتقواه ورعه، اقول له نعم. التدليس
عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. خلاص هقف لحد كده لأن حاسس إن إيه إنه هتفلتوا مني. طيب نيجي على الحديث بتاع النهاردة بقى. قال البخاري رحمة الله عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ناخذ الإسناد بقى اللي هو إيه؟ إحنا مهدنا له بالشرح اللي إحنا ذكرناه منذ قليل. حدثنا علي بن عبد الله، ده علي بن المديني ابن عبد الله ابن جعفر، هو ثقة ثبت يقظ وأبوه ضعيف. عبد الله بن جعفر ابن النجيح كانوا لما يحبوا يعني يغزوه يسألونه عن أبيه: ما تقول في أبيك؟ فمرة ذكروا له يعني هذا في المجلس، فأطرق رأسه وقال: إنه الدين، أبي ضعيف الحديث. يضعف أباه ليه؟ إنه الدين. لو أراد أن يجامل لجامل أباه، لكن الدين الذي جعله يضعف أباه. الإمام البخاري كان يجل علي بن المديني جدا، روى عنه أكثر من 200 حديث، وأغلب هذه الأحاديث بنسبة 90% يرويه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة. علي بن المديني له مشيخة، له أكثر من شيخ عند البخاري، لكن الشيخ الذي أكثر عنه البخاري لعلي بن المديني هو سفيان بن عيينة. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة كان يجل علي بن المديني، وكان يقول: نحن نستفيد من علي أكثر مما يستفيد منا. وكان يسميه حية الوادي، فإذا أراد أن يسأل عنه يقول: أين حية الوادي؟ ليه؟ لأن حية الوادي لا تكاد تنام، حية الوادي لا تكاد تنام، إشارة إلى يقظة علي بن المديني رحمة الله عليه. وكذلك كان يحيى بن سعيد القطان وهو شيخ أحمد كان يجل علي بن المديني جدا، حتى عرف علي بروايته عن يحيى القطان أكثر من مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، هو اسمه كده. كان بعض الحفاظ عندما يقول هذا الاسم يقول: هذه رقية الحية. ما هو اسمه ايه؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل، لحد كده الاسناد النسب بتاعه سليم. بعد كده اختلفوا في نسبه، وهذا كان احد المتثبتين المكثرين عن يحيى بن سعيد القطان. فعلي بن عبد الله المديني امام في الذروه من الحفظ واليقظه. لما روى عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الاعمش انتقده عمرو بن محمد الناقد، ده شيخ مسلم، شيخ الإمام مسلم. كنت أنا غلطت مرة في الكويت وقلت إن عمرو بن محمد العنقزي، أنا بس بصحح غلطتي اللي غلطتها في الكويت لما تكلمت عن هذا الحديث. طبعا هو الناقد والعنقزي من طبقة واحدة، يعني عشان كده اشتبه علي الراوي. هو عمرو بن محمد الناقد شيخ مسلم، والعنقزي شيخ مسلم برضه، تمام. قال: زعم المخذول اللي هو علي بن المديني أن الأعمش قال: حدثني مجاهد، وإنما أخذه الأعمش من ليث ابن أبي سليم عن مجاهد. طب اكتب كده، اكتب الإسناد بتاع البخاري، اكتب الطفاوي عن الأعمش
قال حدثني مجاهد عن ابن عمر، ويكتب تحته تحت الطفاوي اكتب مالك ابن، طب سيب الطفاوي، اكتب الأعمش تحت الأعمش، الأعمش تحت الأعمش، الأعمش عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر. اعمل دايرة على ليث كده، ابن عمر دايرة على ليث. خلاص ايه الفرق بين الاسنادين؟ الاسناد اللي فوق ثلاثي مش كده ولا رباعي؟ رباعي، حلو كده. والاسناد ايه؟ هيبقى خماسي، لان احنا لو حطينا تحت طفاوي اي راوي وحبينا نمشي قبل الاسناد اللي تحت خماسي. طيب ايه الفرق بين الاسناد اللي فوق واللي تحت؟ حد كده من الاخوه؟ اه والاعمش تحت قال عن لي. طيب هذه بها تسويه واسناد، لا التسويه لا ازاي التسويه؟ هو الاعمش هو المدلس، فالبحث كله في تدليس الاعمش اللي هو كان بيدلس تدليس ايه؟ الاسناد. حلو قوي. تدليس الاسناد ازايه؟ يعني الاعمش لو اراد ان يروي عن مجاهد هيعمل ايه؟ يسقط شيخه، صح كده؟ اه، يعني الاعمش اذا اسقطنا ليث شيخ الاعمش هيقول حدثني مجاهد، مجاهد ده برضه احد شيوخ الاعمش الاثنين، يبقى الاعمش على راي محمد عمرو بن محمد الناقد اسقط ليثا وامروه عن مين؟ عن مجاهد. لو الاعمش قال عن مجاهد هنقول له لا انت كده اسقطت شيخك. مين؟ حدثني مجاهد. لا فوق انا ببين بس كلام عمرو بن محمد الناقد. ان عمرو بن محمد الناقد يقول ان الاعمش سمع هذا من ليث بن ابي سليم، ليث ضعيف الحديث، فاسقط ليثا ورواه عن مجاهد. احنا بنرفض هذا الكلام ليه؟ لان الاعمش لو قال حدثني مجاهد ولم يسمع من مجاهد يبقى هو ايه؟ كذاب، خلاص يبقى كذاب، قال شيئا لم يحدث. فلو ان الاعمش قال حدثني او المدلس يعني قال حدثني فلان ولم يسمع من فلان لصار كذابا، يرد عليه كل حديثه، لا يقبل منه اي حديث، ولذلك ما كانش في مدلس ثقه يقول ابدا حدثنا لما لم يسمع ولا صار كذابا. طيب عمرو الناقد قال زعم المخذول، وطبعا عباره شديده في علي بن مدينه، ان الاعمش قال حدثني مجاهد. طب ليه مخذول من وجهه نظر عمرو الناقد؟ لان علي بن مدينه كان اجاب في فتن الخلق القران اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، بل يعني ابن ابي دؤاد اللي هو الذي تولى كبر هذه المحنه ومن وبسببه ضرب احمد بن حنبل ومات بعض العلماء في الحديد في السجن، المأمون يسجنهم يا المعتصم سجنهم حتى مات في السجن، زي المزني، المزني اللي هو من انجب تلاميذ الشافعي مات في الحديد وهو مربوط بالحديد جوه السجن، وما كانش يعني له حيلة، لأن ده أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين إذا أوقع به العقاب خلاص يبقى خلاص تمت المسألة. أحمد الحنبل كان القيد في يده قيد الحديد وهو في السجن، بس كانوا موسعين بس للسجن بتاع شوية الحلقة دي عشان يقدر يطلع إيده ويتوضأ ويصلي وبتاع، وبعدين يدخل إيده تاني في الحديد عشان اللي سجنه أمير المؤمنين، تمام؟
فعلي بن مدينة عشان أجاب ويمكن يعني لين شوية مع ابن أبي ذؤاد والكلام ده، فيعني غضب منه عمرو الناقد يعني.